سايح جاي على نيويورك اول مره دغري بيقعد فوق يعني بيقعد شوي حد تايم سكوير. سايح جاي على نيويورك بفكر يطلع على سنترال بارك بس بينسى انه ينزل نزول، والمنطقه هون بتاخذ عقل. عدنا بترايبيكا عم تمشى بسوهو، هالمحلات هالبيوت الحلوه هالبراندز اللي اغلبيتهم ما كنت سامع فيهم، حتى طلع قدامنا ابل ستور، لوي فيتون، رالف لورن، وهالبنايات القديمه كل وحده لون. فينا نقعد ساعات بس صور الوان اشكال ارت بيسز. نهار جديد نيويورك، تمشيه بالمنطقه التحتانيه بياخد العقل. نحن عم نفتش على شيء مهضوم نكتشفه او نتروق. رح تاخد نشاطك بعد شوي، رح طعميك منقوشة زعتر. هيك بيرجع نمشي لنا كم كيلومتر زيادة. It's breakfast time. شفت عالم لبنان شو حلو؟ عزوقك عود تندوق. خلينا نبلش بمحل حلو عالم لبنان، فرن جاي من لبنان، منتوجات لبنانيه. واكثر شيء فيكم تتخيلوا شفتوها كيف عم تنعمل هي المنقوشه اللي قريبه على لبنان. ليش؟ لانه ما بقصها بالدولاب تبع البيتزا. عجينه واضحه طريه، وتقدر يحكي لغه الامريكان. انتبهتوا اول مره بشوفها حط زيح زعتر تما تصير كتير، يعني صار في زعتر بين وحده ووحده. انتبهتوا حطهم ان سيركلز. حبيت الفكره كتير، فيري انوفيتيف. عجينته نايس، فيري نايس. اوه ذاتس ا جود وان، فيري جود وان. زعتر، عجينه. تعرفت على المحل ساعة جيت أول مرة يمكن بال 2016 أو 17 نسيت. جيت أكلت دقت حبيت. بوقتها ما كنت صور يوتيوب، كنت أكتب ريفيوز على garliconions.com، وبعده ريفيو موجود لليوم. في كتير ناس فتحت إجت راحت طورت، بعده هذا المحل as true as it is. السعر definitely غير لبنان، بس وين؟ وين بأمريكا؟ طلع وين بأمريكا بتشوفوا هيك؟ وين بأمريكا بتشوفوا كمية جبنة هالقد؟ وين بأمريكا بتشوفوا عجينة هالقد مرتاحة، جبنة
عكاوي رائعة مش امريكان تشيز. برافو 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 سوبر عن جد. واو بفش الخلق. زعتر طيبة اكيد، اللحمة السبانخ وكل شي فيكم تاكلوا بلبنان فعلا بفش الخلق. برافو برافو اميليان. ها هي الكاتشة. غريب شو هالإيموشنال بريكفاست. حياتي الضيعة على لبنان. أم فادي، أم إبراهيم، أم محمد، أم جورج. Oh my God. First stop of the day. أرمى حلوة، اسم حلو، since 19. حلوين يا حلوين. أهلاً أهلاً فيك. since 19 something. هيت نفوت ندوق دونات. بلش بلش بتبلش من بلش من دو من فل من فل. يعني هيدا الدونات مش طيبة مثل المنقوشة مش طيبة بلبنان، انه نيويورك بلد الدونات. anyway being constructive محل رائع. الفكرة بتعقد. دونات باب عظيم، مش بس دوناتس، عنده eggs and croissant sandwiches ham etc etc. والحلو انه ورق ازاز بتشوفوا المطبخ عم ينعمل، عم بيعملوا العمل الدونات very fresh على مينوت. beautiful display، حلو كتير الضوء، حلو كتير الموسيقى، الجو، القعدة American style، American diner style والباب. and then طلعوا هيدي كيف ملبدة على بعضها، معجنة من جوا ومنها مستوية. طلعوا هيدي واضحة قديش كيكي ومنها fluffy enough. وليكو هون يا جعان كل هالمصريات بهيك دوناتس. Is it good? Not worth it. شو حلو هالمحل. تخبركم خبرية انه ترويق القهوة تبع الصبح كانت كتير عاطلة. محل حلو ثينك كوفي بس كانت فعلا عاطله، يعني كبيناها احنا ضاهرين. اند ذن قاطعين من هون استر بليس، كثير حلو المحل. هي اول مره بشوف كافيه وان سنجل شو بسموه ديزاين ولحقين بعضهم التابلو على اللون على بيوتيفل، بحسسكم انكم قاعدين بشيء كثير هاي اند، فيرساي او لندن اول ستايل هارولد اتسترا، بس ات اند فانكي ميوزك وبيعملوا قهوة طيبة. almond and peanuts milk mixed مع double espresso. beautiful harsh intense Italian style coffee. discovery Felix Roasting Company أول مرة بشوفه.
ليه عم بياخد وقتي هالقد هون؟ لانه بعرف قديش ولادي كانوا انبسطوا هون. عم بياخد وقتي لانه بتخيل كل ولد بيجي بنبسط هون. بقول لكم الحقيقه، الحقيقه يعني من بعدنا، انا مش حاضر هاري بوتر بعد. بنتي حضرتني نص واحد وما لحقنا نكفي البقيه، بس فيني اخبركم انه دقيت لهم هلا، خبرتهم قلت لهم ليكوا انا وين شو عم بيكون جيب لكم. And they were اوف صريخ بقلب البيت، بدها هذا اسمه هيك، هذا اسمه هيك. فيمكن شكله فاتح جديد هاري بوتر اون برودواي، ناس فوق بعضها، كتير حلو المحل، موسيقى حلوه، الديكور حلو. It's a must visit. Really must visit. وبعتقد رح اضطر اشتري شنطة زيادة تحمل لهم اغراض. رح يكونوا كتير مبسوطين. رح اقوم فل لانه قلبنا اولاد صغار بالمحل وصرنا نستحلي ونستحلي ونستحلي خلص. احنا مش حابين ايه ابدا. قوم فل، يلا فلينا. بتذكر بحلقه امبارح انيتا جيلاتو كان موقف صف قدامه مينيموم 30 شخص، يعني هاي قطة بوظة طيبة. طالما هلا ما في حدا واقف هيك تنفوت. سينس 2002 جيلاتو ايطاليان ايس كريم تايم. بيوتيفل، كريم، غني، حرزين، لودد ويز فليفرز، شوي سويت بس ديليشس اند بيوتيفلي ميد. اوه اميزنج. كل هالب 11 دولار. رح اقول بس لانه اربع فليفرز وهالقد حرزانه مع شويه صوص من هون وخبريه من هون وديكور من هون، والسيرفيس بعقد والويلكمينج روعه. سوبر ريكومندد. Very good job. Bravo. Here we go. Wow. It's a journey. Experience. Ticket to Italy. Mamma mia. Good stuff. كتير سكر بس لبق له. ما بعرف كيف بدي افسرها، بس اجمالا ما بحب السكر بقد البوظه. It's good sweetness. الديكور حلو، المحل حلو، الموسيقى حلوه. واول مره ملتقى ببنت عم تبيع، مش قالت يلا شو بدكم ونطرت هيك، قالت بنصحكم تتعبوا كون كتير كبير، خدوا هاي 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 هاي. فعالسريع خلصنا، عبتها، زادت لنا شوية ديكور من هون ومن هون. Beautifully done. حتى last touches تبعه لأنه she wanted us to enjoy it. صح. And then I was questioning and what's the price gonna be. So أنا I thought إنه okay حيكون غالي. طلعت إنه $11 for humongous، يعني فيها 200 جرام برياح. في وزن، في شوكولات فادج، في بيستاشيو، في تو بسكتس، في كون كتير طيبة. so good discovery. next رايحين على محل بيتزا، كان الصف قدامه بأول نهار يمكن شي 100 زلمة. هل حظنا هلأ ما يكون في صف؟
صار فيك ترجع على لبنان ضحكة على وجهك. دي لإلو. Oh my goodness. You're eating lobster. Like oh lobster, lobster. It's not the sandwich, it's not, it's the lobster. شقف لوبستر من مين؟ 37 دولار حقه فيه خبزته بتعقد. شقف لوبستر، اوه ماي جاد. لا لا هيدا بميل وهيداك بميل، كل الناس الثانية بميل. Award winning. Oh my god. Enjoy man. Oh. Wow. Super must do. Top things to do in New York. Top 5 things to do in New York, definitely. Oof. من يومين كانت اللاين مبلشة هون. هون 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 اسمه جوز بيتزا. ريفيوز على جوجل بالتاوزنز. اليوم في بس 4 أشخاص. يعني القدر بده أنه نجرب البيتزا. رح نوقف برا وننطر بالدور. شو هالقصة الكبيرة وبلش يطول الصف، بلش يطول الصف وراي بشكل مش معقول. شو هالشغلة؟ نحن واقفين جوا تقريبا شي 12 موظف عم يشتغل جوا، عملوا شي 10 بيتزا بخمس دقايق بالبس اللي انا شفتهم، ويلا يلا 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 ورا بعضهم بتنقي بكبها بالفرن دقيقتين بتظهر وبيطلع لكم هيدا الشيء. عجينة كتير رقيقة، كتير رقيقة بس واضحة انا مرتاحة منا معظمة. قرش صغير على الطرف and then good one very good one لأنها رقيقة لقطة المكونات منا تاشة منا very thin مثل التليان تبهت وقفت قديش حلوة nicely done والعجينة عم تنعمل كله لايف كله على الإيد Rocky crispy, very good tomato sauce, very good cheese, very nice. من الآخر يعني. Oh, crispy, soft, not biscuity. Is it worth it? Yes. بنطر نص ساعة يمكن لا. ضجة بقيمتها إيه. نيويورك تايمز حكى عنه وكثير عالم قالت one of the best it is a good one 11 ونص لما تنطروا بالصف it is one of New York's must tries I agree صارت الواحد بفكر فيها قديش بيقدر يعبي نهاره اوف كل شيء شفتوه لهلا وصار وقت الغداء هلا صار وقت الغداء وبعد ما اكلنا لبنان اليوم خليني خبركم عن براند اسمه نايا تعرفت عليها من يمكن 2017 اذا بتذكر منيح كان عنده 3 فروع اليوم صاروا 23 كان اسمه نايا اكسبرس صار اسمه نايا ميدل ايسترن كويزين لبناني عنده فلافل عنده شاورما دجاج عنده حمص باذنجان وغيره 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 وعم بيفتح محلات كتير اول اكروس من نيويورك وبراتها كمان اخر فرع لالون رح نوقف عنده نتغدى ونتعرف عليهم
My name is Lean. I'm the marketing specialist here. I've been with Naya for a year and a half. I've been in the States for around 9 years now. Everything you need to know about Naya, Naya 101. So Naya started in 2008. We started with one full-service restaurant. And then the concept of fast casual came to Hadi, the CEO's mind. He saw a market there and he said he'd like to expand Lebanese food in a different way. He did want Lebanese food and he missed food from home, so he decided to expand in that way. Then the second location, our first location was on 52nd Street, second location was 44th and 3rd. Naya's Middle Eastern restaurant, specifically Lebanese, since the founder is Lebanese. Most of our spices and our products are actually brought in from Lebanon, like our tahini, our pickles. We also have, most of our food are fresh. A lot of our food, like our hot apps, are made by order, all handmade too. Our hummus and toum garlic whip actually take 25 hours to make overnight. They're all freshly made. Hello, my name is Maya. I'm originally Lebanese and I grew up in Boston, Massachusetts. And I've been in the business and hospitality industry for the last 15 years. And just around 3 years ago, I launched Sato. The idea came off right after the August 4th explosion. Tragic August 4th explosion in Lebanon, and we wanted to help the Lebanese people in our own way, and we realized that they have amazing production of food, and we wanted to introduce our beautiful land to the American consumer. So we built a bridge to connect Lebanon with the American people, and five containers in, we're here today. It's been a challenging couple of years. Out of 120 different artisans that we met, we could only bring 35 artisans simply because it's really challenging to bring Lebanese products here and to go through customs and figure out the paperwork. So let's not get into all the details, but here we are. I went to Lebanon and I spent a few months and I went to each and every artisan's land, and they all come from different backgrounds and different educational levels, and the story behind them was remarkable. And I think here in America people really appreciate the story behind the product, regardless of what the product is. بحبه بحبه على المحل كتير لما تحسوا حالكم قاعدين بقلب الضيعة يعني بقلب المطبخ حتى المطبخ مفتوح عم تسمعوا الأصوات الدجاج اللحم كل شيء عم ينعمل لايف على الشبيبة هون اللي موجودين دغري هاي أهلا وسهلا كيفك بتحسوا حالكم كأنكم سافرتوا على لبنان إنه تشيل لبنان حكى أمريكاني وهون عطوا باسبور أمريكاني بس وهيدي هي دايما بقول أمريكا أو نيويورك ما هي اللي هي the culture of the bowl دايما كل شيء ببول أو براب راب and bowl فعملوا لبنان على هذا الأساس إن كان راب مو إن كان bowl بتحطوا رز بتحطوا حمص بتحطوا باذنجان بتحطوا لحمه دجاج and so on وكل فليفرز وعندهم فتوش وعندهم تبولة الشغله الاهم ليش واقف هون بس تطلعوا معي في كتير ناس بتسال عبالي سعد لبنان بس ما بعرف كيف عبالي اعمل شيء من لبنان بس ما بعرف كيف عبالي ولادي او انا دوق لبنان بس ما بعرف كيف شو يعني زعتر بيرجع بيكون كل الغراض ان كان سجد ان كان سيلين ان كان ادونيس فالي ان كان سوبس ايادينا براندز بتعرفون زيت زيتون ولا اروع من هيك The good times الزعتر من جزين ومنكفي ومنكفي ميميس أديشا فالي شو بدكم خبركم فيه إن كان من هيدي الميلة وإن كان هديك الميلة زيت زيتون أبل فينيجر صابون يو نيم إت صار موجود وأكثر 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 عم يجوا لهون تخيلوا نحن قاعدين بنيويورك إن ذا هارت ولا واحد لبناني كلهم أمريكان بيجوا بيقعدوا هون أكثر من 20 فرع لليوم 13 عم يبيعوا هول البرودكتس هن قاعدين هون ناطرين بيسناول بيكون عم بيدعم لبنان شوي عم بيدعم عائلة عم بيدعم قضاء عم بيدعم ضيعة أكتر وأكتر great initiative amazing initiative بتبلش هون فينا نساعد لبنان أكتر وأكتر فينا ندوق لبنان فينا ما ننسى نحن من وين ونستطعم بلبنان وشغلة كتير كتير حلوة فعلا التقينا اليوم ماركتينج مانجر فاوندر اوف زعتر رود رح كفي أحكي باللبناني واللي قالوا قديش هني مبسوطين أن يكونوا هون قدروا يفرجوا الثقافة اللبنانية أو المنتجات اللبنانية وصار وقت أن ندوق جوعان الروايح كتير حلوين بلا ما ننسى خبركم عن هذا المحل beautifully done very casual very هيك قريب على القلب خشب باركي اشياء فعلا فعلا رائعة هيدا وغير locations بيريح كتير تاخدوا البول او بتفلوا فيه او بتقعدوا simple موسيقى حلوة and that's it
great job. هادي great job. من وين بلشتوا لوين صرتوا؟ فعلا فعلا لبنان is proud. فعلا. تعال ناكل. Brown rice. We move this part. You want any lettuce? I'm gonna have meat and cauliflower. على الأمريكانة in a ball society at least هيك سميتها. بتيكن تطلبوا اللي بدكن ياه وعم نفرجيهم our flavor. هيك بناكل بلبنان؟ لا هيك لازم ناكل مع الرزات. مش نحن هيك بناكل بلبنان بس بأمريكا هيك بياكلوا. And it has been adapted to the American culture. التندو الرزة good rice الفرز مع شعيرية انطبخ مزبوط. ندوق اللحمة very tender meat very tender meat اوف good one. وفيكم تطلبوا كل البقية. اغلبية الاشياء فيها توم لقلي مشان هيك ما عم بكلهم. هون بحبوا التوم. كل العالم بحبوا التوم. بحبوا توماتنا كتير. واذا بتفوت على يوتيوب the most searchable words are توم لبناني. فالجيج الكوليفلاور الحمص البتنجين and everything in between you will enjoy it. فيهم توم and unfortunately I cannot. طعم طعم ندوق الخبزات. ما عندهم فريش بريد. كومفورت فود كويك لانش اسكيب. ميت ساندويتش ماي واي اور يور واي بتعملوه مثل ما بدكم. فور ماي اون كريديبيليتي اتس ا فيري جود ساندويتش. برجع بقول مش هيك نحن بناكل بلبنان بس الامريكان هيك بحبوها. يو كان دو ات ذا واي يو وونت فيري جود كواليتي انجريدينتس اند اتس كومفورت فود اند انجوي. هلا نحن عشيه معزومين عند براين صاحبنا الانجليزي الامريكاني ومش اخذين له معنا شيء. بلا اخذين له معنا شيء. ساعه ما نروح عند براين وعند أوليفر وعند كل الأمريكان ما بناخذ لهم معنا أني تنبيد من هون. بناخذ لهم معنا غراض من لبنان. فياخدين جودي باك كل هالغراض تعرفهم على ثقافتي وعلى ثقافتنا. شوية زيت زيتون شوية زعتر and so on. فكل هول اخدينهم معنا على العشاء الليلة. وفيكم تعملوا زيت شي ولا هي من هيك just saying. طلع عندهم كبة hot appetizer ما كنت عارف. كبة طيبة cheese rolls crunchy and loaded huge sambusak مع mint and cheese. Oh, whole top 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 amazing stuff. Whole على لبناني 100% and كبت لقطين. A vegan option. Huh? Make a short cut. ربيع شو هي هالكولتشر؟ خبرنا عن كولتشر الصباط الحق 4000. انت شاطر فيهم وانت بتجمع شوي منهم. وين فتنا بس فسر لي شوي.
لك the last few years الاندستري تبع سنيكرز طلع so رجع it picked up again so صار في نايكيز اكثر شيء نايكيز وفي عندك ييزيز واذر براندز بس هن نايكي وييزيز اكثر شيء اذا بدك نايكي واديداس صاروا ريسيلينج so صار تلاميذ الجامعه يشتروا ويبدلوا صبابيط وبلش الماركت يطلع الديماند رجع picked up especially when online websites became a thing so buying sneakers وحتى صار في هلا مثل stockx.com تفتحوا تشوف مثل البورصة سعر الصباط عم يطلع وينزل حسب الديماند حسب الكولابوريشن حسب الليميتز هلا من قبل كانوا يقولوا انه ليميتد اديشنز شفنا قد ايه في جوا وبس اي ثينك اتس ذا ديماند الهايب اللي بيركب هي كلمه هايب هي وراها كلها و ات بيكس اب ات جيت في مستعمل وفي جديد في ناس ذا ريسيلينج سو بيجوا انا عندي صباط هلا اكثر شيء بيكون جديد سو بيروحوا شفناهم انا وياك بشيكاغو تتذكر واقفين على نايكي ستور على وقت بيلي ايليش لونش سو كل هالتلاميذ او اذا بدك اليونج ايج بيبل واقفين بالدور تيشتروا الصباط لنقول ليتس سي ريتيل برايس از 150 بيطلعوا على المحل عند هول المحلات بيبيعون لو ستارتنج ذي ميك $50 تو ذا بوكيت اول ذا واي تو $500 ديبيندينج اون ذا هايب معقول بعد ما اكلنا برجر بهالسفره معقول بعد ما اكلنا برجر بنيويورك قال كده بدنا نعمل بس برجرز ان تاون قمنا عجقنا باشياء ثانيه 7th ستريت برجر مظبوط مشهور عنده فروع كتير ون اوف ذا ابكومينج براندز اللي عم تطلع كتير ببلش بيه مارتنز بوتيتو بون ا فيري فيري فاتي ميت واضح سماشت دبل تشيز بدك تحب الفات بس بدك تنقط فات من وين ما كان ببلش نقط من الجنان very heavy very fatty very cheesy but delicious burger فاللي بحب الفات واو oh my god bam French fries, crunchy, crispy, fresh. Not for the faint of heart. Smells good. اللي فوتنا على المحل هو البامبلوني دونت هالقد محشي كتير هيدا اللي فوتنا على المحل عندنا قلنا اوكي بلا سكر ليش ما بناكل فوكاتشيا مع هام اند تشيز مسخن شوي محمصة من برا amazing crunch loaded with ham and super delicious wow بتفش الخلق عن جد البرجر كان كتير تقيل كتير كتير تقيل حسه قاعد على معدتي هون very refreshing sandwich crunch crunch yummy spinach and cheese puff pastry مثل الكرواسون الزبدة عم تطلع من وين ما كان حمصة very good تعرفوا a place for tourists سواح طالع جاي تايم سكوير هونيك ماديسون سكوير جاردن هون بس عنده أكل طيب real Italian مسخن على التوستر and I love it ما عبالي وقف honestly يعني beautifully done بعدنا بنمشي بنيويورك من محل لمحل and what's next
is an amazing surprise. يلي راح نشوفه من بعد هو بريمير، أول مرة بتشوفوه، أول مرة بتعرفوا عليه. سربرايز سربرايز، رايحين من بعد البرجر والساندويتش والخبار رايحين ناكل لبنة. يس، لبنة بنيويورك. مش مطعم مظبوط، لبنة بمكتب. ليش؟ لأنه the brand is launching soon. رح تكونوا أول ناس عم تسمعوا عنا، رح تكونوا أول ناس عم ندوقها سوا، رح تكونوا أول عالم عم تعرفوا أنه في براند لبنة أصيل لبنانية واصلة على السوق الأمريكاني، واليوم جايين لعندهم على المكتب تنشوفها، نفهمها، نحسها، ندوقها، ويلا بتصير بين إيديكم كتير قريبا. كبير هالمكتب، حتى نشوف وينن. هاي أنتوني، كيفك؟ أهلا وسهلا فيك بنيويورك. اسمي كريم خليل، أنا نقلت على أمريكا من 3 سنين. بتذكر تعرفنا على بعض مع زاهي بلبنان لما أجي لهون. I always wanted to come here for the American dream. صرت هون وهيدي البراند تاعتنا يازا عم نعمل لبنة. جيت لهون لقيت إنه ما في لبنة بالسوق. اللبنة اللي هون أول شيء مش طيبة، يعني شيء كله باودرز وكيميكلز وأشياء تانية. كنت تجيب الجريك يوغرت وصفيها انا عند البيت مثل ما علمتني ستي. فحبيت، لقيت اوبورتونيتي بالسوق، حبيت انا اعمل لبنه. دوقت اول شيء اصحابي حبوها كثير، دوقت امريكان كثير حبوها، فحبينا نعمل لبنه مثل ما بناكلها بلبنان، مثل ما كل حياتنا مثل عشتوره بناكلها عند المزارع فوق. فيري سمبل، فيري ناتشورال، بس فيها حليب وملح، nothing else. وكمان حبينا نعمل شيء جديد بالسوق الامريكاني والسوق اللبناني حتى. عم نعمل لبنة مع flavors، so زدنا زعتر وزيت زيتون مثل ما نحن بناكلها كل حياتنا. بلشنا دغري باللبنة، packaging كتير حلو، branding حلو، العلبة اللبنانية اللي نحن معودين عليها، and then بتشوف اللبنة من برا يمكن الأمريكاني اللي ما بيعرف شو يعني لبنة، كتبت لبنة عكبير in your eyes مثل ما هي plain. قبل ما نفوت بكل التفاصيل، ليش اسمها يازا؟ يازا، so جينا نفتش على اسم هين للأمريكاني القطر، بس نفس الوقت that's a bit linked to us، فجينا جبنا كم كلمة بالعربي. في طازة، it means fresh. ميزة، it's you know the appetizer تاعونا. فخلطناها مع بعض. والواي هو شوي مثل يوغرت نحنا كيف نأكل اللبنة. ويلا. So we got the word يازا. Very good. Packaging حلو، لون أزرق. خبرني شو عن فلسفة. So the idea behind it. أول شغلة كنا بدنا نحط عليها صورة اللبنة، لأنه العالم ما بتعرف شو يعني اللبنة، تعرفوا عليها. What we also wanted to do is to have a packaging that's clean, sustainable. I did only recyclable Sheila. You peel it off with recyclable. Oh, خلصت. وهون جوا حنحط story تاعتنا. So it will have the story, it will have كمان recipes going forward. وعملناها packaging شوي أصغر، لأنه كل اللبنة اللي موجودة بالسوق موجودة للسوق اللبناني. علبة كبيرة، الأمريكاني ما بيعرف يشتريها. عملنا علب شوي أصغر، so they can dip it. مثل ما يفتح الكونتينر وعنده حفلة عنده بالبيت، بارتي عنده عشاء، بيحطها على الطاولة، بحط ملعقته دغري بيكل منها. بلاستيكتها مرتبة، bold flavor, clean ingredients، واضح شو هي قصة لبنة اللي صار لها 2000 سنة من لبنان. Nutrition facts definitely بحبون. Ingredients pasteurized, cultured milk and salt. That's it. That's it. ولا شي تاني. That's it. Off, this is a premiere. Wow, America. لبنة اللبنانية جاية لعندكم. الحلم بلش بأتلانتا، الصناعة بنيويورك، عم نصنع بمنطقة حد شوباني بنيويورك، ونكست ويك حتكون بالسوق، حتكون بلش بنيويورك، ديترويت وشيكاغو، وأتلانتا باي سبتمبر 5. وبعدين رح توسع أكتر وأكتر وأكتر. أكيد. قديش شلف لايف تبعه؟ 90 يوم. 90 يوم بس حليب. قربوا معي، قربوا تنشوف أول شيء لونه الحلو. تعالوا طلعوا شوفوا الكريمينس اللي كتير واضحة. اللبنة أول ما رح أعملها هيك رح تشوفوا انه لبنة مش كريم تشيز، وقفتها لبنة والشكل واللون اللي نحن معودين عليه. Next step رح ناخد توست and
حامضة أسيدك منا سويت مثل اليوغورت اليوناني اللي معودين عليه بمثل السوق. Very nicely lemony, very nicely acidic. بتعب التم ملوحتها مثل ما لازم. منا أدابتد أبدا لشيء أمريكاني. هي الطعم اللبناني اللي احنا معودين عليها. اللبني تبعتنا تبع ستي وما بدها شيء هيك. واو دقيقة عم دوق أصور أول مرة. لو 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 في حيلا شيء كان مبين على على وجهي أساسا. لبني مثل ما نحن بنكلم لبني مثل ما بنكلم بالبيت لبني مثل ما بنكلم على الخيارة لبني الحامضة عرفتوها لبني اللبنانية كأنها هلأ محلوبين للحليبات قبل شوي. كل لبني اللي عم نشوفها وين ما كان أغلبيتها بتجي فيها هيد السويتنس اللي بتخليها تكون kind of yogurt ما بيشبهنا ورا بيلبق لنا أبدا. عصوله هاي أطيب شيء لك زيت يلا. واو amazing. أنا بدلو يلا great job. Now we're talking. بعد 15 نهار مرت لبنان فيني أقول لك أنك رجعتني. طلعتنا عنا من لبنان ورح نعلم الأمريكان يأكلوا لبنتنا على طريقتنا. نأكل لبنة أول شغلة مع دائما نأكلها مع الزعتر وزيت الزيتون. فهذه جاي خالصة جاهزة. زعتر زيت زيتون. All you need to do تأخذ هالبيتا شيبس تأخذ هالخبزة وتحطها بقلبها. هيدي مع زعتر وزيت زيتون. زعتر وزيت زيتون مخلوطين بقلبه وبعد آسيا وبعد لبنان وما قلبت ليكويد. اوف واو طعمة اللبنة مع زعتر وزيت زيتون ما انخلطوا ما حمضت ما يعني ما قلبت اللبنة صار لونها اسود. What a recipe just made right. This is everyone's favorite recipe. Next. عندنا هون حار. الأمريكاني بيحب الحار. أنا شخصيا ما بحب الحار. بس كمان كتير أحبه العالم. So I want you to try it. Give me your opinion on it. اللي أنت شو؟ هلا مش يعني إنه أنا عم بحمسك تعمل هذا الشيء. بس إنه الناس أكيد رح تطلب. ما عندك مع توم؟ لا. ما أنت ما بحب. أنت بتحب التوم ولا أنا بحب التوم. تبي حرة؟ حرة. تبي أنا ما بعرف. Try. هل فيها في ثلاثة فايز حار؟ هل سبب الثاني؟ هل تسعى الثالث؟ رائعة بس حارة. الناس اللي عم تتحمس ورح تقول اوكي انا بدي لبنة وين رح تبيعها وين رح تصير ابتداء من الجمعة الجاية؟ So next week in New York, Kings, Balducci's, Gristedes, D'Agostino and other stores as well. Next week in Chicago as well, Detroit, Atlanta the following week, you know, it's going to be all over the East Coast in the next 3 to 6 months. على انستغرام على فيسبوك الناس بتبعتكم مساج بتخبروها 100% on the website. في فوت على الويب سايت تبعنا في ستور لوكيتور بيحط الزيب كود تبعه وبيبين بالضبط اقرب محل عندي. بيرفكت. وبلا ما ننسى ما فيها جفصين ما فيها طحين ما فيها اديتيفز. هاف ذا كالوريز بيور ميلك ريل لبنه طعمتها لبنه معموله على النفس اللبناني مش على نفس الجيران اللي حوالينا بمنطقتنا. And proudly with the Lebanese soul.
العشاء اليوم كان على ميلوس. فتحت الويب سايت بس اشوف ميلوس وين. ميلوس بلش موريال and then لندن، موريال، ميامي، نيويورك، لاس فيغاس، لوس كابوس، أتنز، دبي، بالم بيتش، تورونتو، سنغافورة and so on. فاين دايننج، شو هالجو؟ هو مطعم مزبوط، اكله طيب، فينا نقول باستا طيبة، لوبستر عظيمة، الفش روعة، very classy. بس الفايب، العجقة، الناس طولت، فايتة طالعة، ويتر، في شيف بيجي بياخد اوردر، ويتر كرمال الدرينكس، واحد تاني كرمال يشيل الصحون ويحطهم. It's super vibrant، موسيقى خفيفة، ضجة، عجقة، بس حلو كتير. مثل it's a show، it's much more than a restaurant، it's a show. انبسطت بالأكلات، انبسطت بالفايب كله سوا، ونحن محل ما هون ده أول مرة بجي لهون، بشوف البناية ورانا يلي حلو كتير. Accordingly بقلكن goodbye، من هون من فيلب بنخلص، بقلكن باي نيويورك. هيدي هي إن شاء الله مش عملتها بالسفرة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، أربعة أيام بعرف ما بقدو، بس that's it. وبنلتقى فيكم بالحلقة اللي بعدها بفلوريدا. فلوريدا واو، خمسة أيام من أورلاندو لتامبا لميامي، برميت غير شكل and gatherings روعة. إن شاء الله تكونوا عم تنبسطوا بالفيديوز، إن شاء الله تكونوا انبسطتوا باكتشافات اليوم العظيم. حلقة جديدة بتحضروها بكرة.